تقوم دائما والآن في محطتها الخامسة بهذه البريرة التي تحمل اسم لمة خير في محطتها الخامسة. فمن هذا الباب ومن هذا النبع أتقدم إلى جميع أعضاء جمعية الأيادي البيضاء وعلى رأسهم الأخ الصديق محطة على وبركاته عبد السلام قويري رئيس جمعية الأيادي البيضاء للتنمية والاستدامة أسفي. في إطار برنامج لمة خير وتحت شعار أجر وفرحة ارتأت جمعية الأيادي البيضاء بتنظيم هذا الإفطار الجماعي بدار المسنين في نسخته الخامسة. وهذا البرنامج هو برنامج متكامل بشهر رمضان الأبرك. الأسبوع الفارض كنا بدار دار البحار، هذا الأسبوع في دار المسنين إن شاء الله بحول الله الأسبوع المقبل حفل العشاء بدار البر والإحسان. بعد المناسبة كنقدم الشكر الجزيل لمدير دار المسنين بصراحة على التعامل ديالو وعلى الاستضافة ديالو وجميع المستفيدين. ولا تفوتني الفرصة أن أنوه بمجهودات جميع أعضاء ومنخرطي جمعية الأيادي البيضاء، وكنقول من هذا المنبر ديالكم جزاكم الله خيرا على كل ما تقدموه في خدمة الصالح العام وشكرا. الحمد لله هذا البرنامج كنا درناه دابا خمس سنوات، أكثر من خمس سنوات تقريبا سبع سنوات، وكنتوقف من كانت كورونا، والحمد لله احنا رجعنا العام اللي فات وهذا العام. هاد البرنامج مكرهنا الجميع الجمعيات ديال مدينة أسفي، وكل سيمانة كل جوج جمعيات يمشيو يقضوا الغرض كما تقول بالدرجة، يقضوا الغرض مع هاد الناس هادو. وإن شاء الله بحول الله راه أنت كما كتشوف راه الخير تبارك الله كثير، وكل كاع الأمور الحمد لله ميستر الحمد لله. كون عبد اللطيف كريبا مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار المسنين أسفي. في إطار الأنشطة اللي كتنظمها الجمعية اللي كتنظمها دار المسنين لإدخال البهجة والسرور في نفوس المستفيدين، وضمن الزيارات التواصلية اللي كيقوموا بها جمعيات المجتمع المدني والمحسنين، اليوم كتعرف مؤسسة دار المسنين نشاط تحت عنوان لمة الخير من طرف جمعية الأيادي البيضاء للتنمية المستدامة. كتنظم وجبة إفطار كيف السنوات الماضية، وفي نفس الوقت كتقدم هدايا رمزية للمسنين للمسنات. كما تقدمت جمعية الأيادي البيضاء بتقديم شواهد تقديرية تذكارية لجنود الفضاء اللي كيعملوا بالمؤسسة تشجيعا لهم على المضي قدما وعلى المزيد من العطاء والجهد. وهذه المناسبة كنا نشكر بدوري جريدة الإلكترونية أسفي الآن على التواجد ديالها معنا وعلى التغطية ديالها لهذا النشاط، شكرا جزيلا. وجزا الله كل من ساهم من بعيد أو قريب في دعم هذه الخلية الاجتماعية اللي هي مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار المسنين، وشكرا. يزوروا المؤسسة وكينظموا أنشطة وكينظموا وجبة إفطار، ولكن بالنسبة لجمعية الأيادي البيضاء كإكسيبسيونيل هذه يعني بحدها، يعني النشاطات ديالها ولا الدعم ديالها اللي كتقدموا للمسنين اللي كتقدموا للمؤسسة كنشكروهم من هذا المنبر، وكنلتمسوا منهم المزيد. شكرا السيد رئيس جمعية الأيادي البيضاء والأعضاء المنخرطين في الجمعية. باش يوصلكم جديد ديال أسفي الآن تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.